الله فيك، والله يعطيكم الصحة والعافية، ونقول إن شاء الله تكون البطولة مشرفة إن شاء الله. على الله يرحم الفقيد عم عوض، يعني هذا من أفضل، يعني كان من أفضل الجماهير الصراحة حضور لنادي الوحدة، ومحب لنادي الوحدة والحواري مكة. نقول إن شاء الله هذه البطولة يعني إن شاء الله يعني على ملعب مدينة الملك عبد الله تكون من أفضل البطولات. نقول إن شاء الله، والله هي المباراة إن شاء الله، يعني فريق الوفا معروف في مكة وغني عن التعريف الصراحة، لكن إن شاء الله يعني عندنا الشباب إن شاء الله يدوا اللي عليهم، ونقول إن شاء الله الفوز اليوم. والحمد لله هذه الدورة تعمل اسم عزيز وغالي الله يرحمه، فقيد الرياضة الصراحة، متواجد كان في كل الدورات، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، وتطلع الدورة بشيء مشرف إن شاء الله. والله ما في استعداد ولا شيء، إحنا موقفين من قبل رمضان، كل سنة نوقف قبل رمضان ونبدأ موسمنا بعد الحج، لكن على الدورة هذه جت في طارئ، وتمرنا فقط 5 أيام فقط استعدادنا للبطولة هذه، 5 أيام فقط. والأسطورة فريق كبير، والوفا فريق كبير أيضا، إن شاء الله تكون مباراة جميلة تشرف مسمى البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء نقول يعني الحمد لله على النتيجة، يعني أول مباراة بالطريقة الافتتاحية المستوى ما يهم، لكن الحمد لله إحنا حصلنا على 3 نقاط، وإن شاء الله بإذن الله نصلح. هي البطولة يعني أول شيء تحمل اسم إنسان غالي، الأخ أول العم عوض، يعني صراحة إنسان قد ما سووا له الناس صراحة ما يوفوا بحقه، يعني بطولة كبيرة في فرق ما شاء الله كبيرة، والاسم برضو ما شاء الله يعني إنسان كبير ما شاء الله العم عوض، ونقول الله يرحمه إن شاء الله ويغفر له. يعني البطولة زي ما قال لك أستاذ عبد القادر، إحنا خمسة أيام ما تكفي، يعني بالذات هذه البطولة ملعب إنجيلة، ملعب كبير، ما هيكون نفس الإعداد، لكن إن شاء الله المباراة الأولى الثانية إن شاء الله بإذن الله يصير خير إن شاء الله. الله يبارك فيك ويبارك في الجميع. والله بداية طيبة لنا في هذا الموسم، يعني دوري صراحة أشكر اللي سواه، صراحة فكرة جميلة. أول بداية فزنا ب3 نقاط، خرجنا من ملعب ب3 نقاط، وإن شاء الله الجاي أحسن. والله أنا حظوظي يعني جاي هنا إنه البطولة في يدي، في يد إن شاء الله، في يد الوفا، يعني الكاس ان شاء الله ما يخرج من هنا الا معبين، يعني يشدوا حالهم باللياقه ان شاء الله، مع التمارين مع المعلم نوح، يعني ان شاء الله. والمدرب صراحه ما قصر في مباراه، رايح جاي يوجه اللعيبه ان شاء الله، مع الايام زي تعودوا اللعيبه واللياقه اكثر باذن الله. اول شيء استعدادنا صراحه كان استعداد سيء، يمكن ما تمرنا يمكن ولا يوم تقريبا، او 3 أو يومين، ما اقول ما تمرنا، يعني العدد كان مرة سيء والاستعداد كان مرة سيء، لكن الحمد لله قدرنا نلعب مباراة كويسة، ساعدنا فريق الوفا ما شاء الله تبارك الله. أقول مبروك للوفا وهارد لك للأسطورة. يمكن الكواليس كاملة عند الكابتن حسين خميس، فهو اللي ما شاء الله، يعني يمكن بداية شهر شوال العيد المبارك هذا، فكان شغال على البطولة في استدعاء الفروق الرعاة الداعمين للبطولة هذه، فكابتن حسين هو ملم أكثر بال يعني كواليس البطولة هذه. فبس يعني زي يمكن ما نعرفين، يمكن اللي موجودة معنا الآن 12 فريق، يعني تم اختياره يمكن بعناية كذا فائقة، يمكن أبرز الفرق المتواجدة في مكة بإضافة فريق من الطائف اللي هو الرشيد. فبطولة إن شاء الله يعني هي ممكن يعني عرفان الشخص هذا اللي هو العام عوض، يعني أكثر منه مثلا يمكن نشاط رياضة أو بطولة رياضية يعني لها يعني اهتمام الكبير الرياضي، فهي بطولة يعني تعتبر يعني عرفان الشخص هذا، وحتى الداعمين للبطولة هذه يعني الله يجزاهم بالخير، أشخاص متكفلين ببرادات مياه توضع في المساجد باسم العام عوض، في اللي تكفل برضو بكفالة يتيم ويرجع الريع برضو للعام عوض رحمة الله عليه، فيعني بطولة يعني إنسانية أكثر من أنها بطولة رياضية. والله يعني الرسالة للجنة المنظمة لنا إحنا وللفرق المشاركة، فالبطولة يعني عرفانا ومننا يعني احنا الرياضيين في مكه للشخص عم عوض رحمه الله عليه، فاتمنى انه تكون يعني بطوله نتسامح فيها، نتصافى، تكون فيها الالفه والمحبه، يعني نبعد عن الشحنه، البغضاء، التنافر، فنتمنى انها تطلع يعني بطوله، يعني فكر للبطوله اصلا ومبداها فكر راقي، فاتمنى اننا كنا نرتقي ل
يعني المبدا الذي اقامت اقيمت له البطوله. فاتمنى ان شاء الله من الجميع ان شاء الله نكون متسامح ومتساهل يعني في الامور هذه، وتطلع بطوله يعني خاليه يعني من المشاحنات من الامور اللي بتحدث يعني في بعض البطولات الرياضيه. واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع.